زي ما قلت في المقدمة حضراتكم، لو في حد رجل أو مرأة أو طفل غاب عن مصر لمدة 15 سنة تقريبا ورجع مصر ونزل من المطار وراح لغاية بيته، هيلاقي ملحوظة في الشارع عموما بشكل عام حاجتين: إن البنات والسيدات بقى في نسبة تحجب أكتر شوية، والملحوظة التانية إن المفروض بقى في سمنة عند السيدات في مصر. طبعا انا ما بربطش الموضوع التحجب بالسمنه، انما انا بتكلم على ظاهره ان انا لما اكون غبت 15 سنه ورجعت بشوف في الشارع المصري كده. المسؤولين بيقولوا ان 70% من المراه، نسبه المراه في مصر بقى عندها مشكله السمنه. السمنه بتاثر على نفسيه المراه، بتاثر على صحتها، ويقال في الابحاث ان الناس اللي بتموت بسبب، لا قدر الله طبعا بعيد عن كل السامعين، اللي بتموت بسبب السمنة زادوا عن الناس اللي بتموت بسبب السن، يعني أو الموت بشكل عام. زمان حضراتكم أيام السينما الأبيض والأسود كان تحس إن هو الرجل بيحب الست تبقى أو المرأة يعني تبقى زيادة شوية في الوزن، يعني عزوة كده. ابتدت الأمور تختلف بمرور الأجيال. دلوقتي ابتدى يبقى عايز الراجل الست الانيقه السيمباتيك بمعنى اصح، اللي هو يعني تبقى جسمها الى حد كبير متناسق مع بعضه. طبعا يعني الاذواق بتختلف من رجل لرجل ومن ست لست، ولكن لما يجي الموضوع لغايه صحه المراه المصريه ويبقى خطر على نفسيتها وعلى صحتها، يبقى لازم الحكومه نفسها او الجهات المسؤوله نفسها تتدخل. معايا الدكتور محمد أبو الغيط سكرتير جمعية المصرية للسمنة، والأستاذ بالقصر العيني، والدكتورة غادة شريف الكاتبة في المصري اليوم. صباح الخير يا فندم. صباح النور. مبدئيا كده، هل المعلومة اللي أنا قلتها 70% فعلا من المرأة في مصر زاد عندها نسبة السمنة؟ الأبحاث والدراسات اللي أجريت على المصريين لقوا أنه أكثر من 73% من السيدات عندهم مرض السمنة، و 55% من الرجال تقريبا. نعم. طب بناء على ايه قررنا او ان احنا نعمل فعلا حمله لان احنا نوقف موضوع السمنه ده او نعالج موضوع السمنه يا دكتور؟ او دكتور السمنه من 20 او 25 سنه اتعرف انها مرض، وسنه 97 منظمه الصحه العالميه قالت ده مرض الامراض، وانه مرض مزمن زي مرض السكر ومرض الضغط، لازم ناخد له علاج العمر كله، مش علاج اسبوع ويقف زي مثلا التهاب اللوز وكده. فلانه السمنه بتؤدي لامراض كتير، فالدراسات ورت انه لازم ناخد بالنا من هذا المرض، وبيسموه حتى مرض الامراض. ولما درسنا بقى على المصريين لقينا ان احنا النسبه عندنا تعدت امريكا. احنا كنا بنقول احنا الامريكان اكتر ناس دخان في العالم، لكن حاليا لقينا ان المصريين النسبه فيهم اعلى. فطبعا تصور حضرتك شعب 70% من ستاته عيانين، و 50% من رجالته عيانين، و 14% من الاطفال عيانين بهذا المرض اللي بيؤدي للسكر والضغط وكده. نعم. انا بقى ليا عايز نتكلم. ارجوكي اتفضلي. طبعا مع احترامي الشديد للفكره وكده، بس انا ليا يعني تحفظين. نعم. التحفظ الاولاني، انت النهارده او المشروع يعني احنا سميناه مشروع قومي. قومي يعني لازم يلمس مع كل طبقات الوطن. نعم. انت النهارده عندك المشكله بتاعت السمنه. نعم. موجوده في طبقات، وصلح لي يا دكتور، يعني اللي هي اللو سوشيو ايكونوميك ستاند، اللي هي المستوى الاجتماعي الاقتصادي. نعم. المنخفض. وما اعتقدش ان دول هيبقوا انترستد او عندهم الاهتمام او الوعي ان هم يروحوا لمشروع قومي يتلمسوا العلاج. ليه؟ نعم. لان غالبا الطبقه دي بتحبز الحجم التخين للمراه. الحجم المالي، يعني اللي هي النظريه اللي حضرتك قلتها كانت موجوده زمان ما زالت موجوده في بعض الطبقات. نعم. الفئه الشريحه المجتمعيه اللي فعلا بتهتم بشكلها وبالاناقه وكده اللي هي الاعلى. نعم.
ودي مش هتتكسف او ممكن ايه ما تحبش تبقى يعني مشاركه في مشروع قومي للسمنه ودي بود رادر هيروحوا لدكتور خاص للتخسيس. استاذ غدا عشان الاختلاف اللي حصل ده في اول فقره عشان كده احنا بعتنا كاميرا حضرتك نهارك سعيد نعمل نسال كده اللي في الشارع عن استقصاء. هذا الموضوع. نشوف كده هم هيقولوا ايه ونرجع تاني نشوف مين اللي عنده حق. ماشي اوكي نروح نشوف البوبس او ال فقرة رأي الجمهور وبكاميرا نهارك سعيد ونرجع تاني. ستات ما بتهتمش برشاقتها في مصر عشان البيت وبيهتموا بالبيت أكتر والأكل والأطفال. هو فيه وفيه يعني مش كل فيه بيحافظ وفيه بيحافظ. تالي الستات ما بيحافظوش على رشاقتهم في مصر علشان هما فيه كتير قوي ما عندهمش وقت كونسيومد بشغلهم وولادهم. حرام بيبقى عندهم يعني مشكلة ان هم يلاقوا وقت ان هم يعملوا الحاجات دهيت عشان ما بيعملوش اي اكتيفيتيز تانية برا بيتهم وحياتهم. فأرادي كل وقتهم بيبقى ويستد على ان هم لاما قاعدين في البيت بيعملوا حاجات لاما قاعدين في مكان تاني بيعملوا حاجات ما فيش اي حركة ما فيش اي اكتيفيتيز. حتى نفسهم سبيريت بتاعتهم طول ما انت ما بتعملش حاجة مفيدة لأي حد سبيريت بتاعتك ما بتبقاش عادي روتين الدنيا ماشي عادي جدا. هم بياخدوا بالهم بيهتموا جدا إيه بس يمكن هم مش عارفين الطريقة الصح يعني مفيش توعية صح بس أو مش عارفين السكة صح فبيجروا وراء أي حاجة تنزل وراء أي حاجة على أي فضائيات وراء أي حاجة بتنزل في مجلات على الإنترنت بالموضوع بس مش متوجه صح. ما بيهتموش برشاقتهم عشان بيحبوا الأكل. طبعا إحنا مش هنعمم مش كل السيدات هي سيدات معينة طبعا إحنا الأغلبية طبعا في مصر هنا ما بيهتمش برشاقة. ده طبعا بيرجع لأن هي أفكارها سلبية مش أفكار إيجابية. افكارها السلبيه ان مجرد ما تخش البيت خلاص كل حياتها الهموم كل حياتها المسؤوليه كل حياتها رعاه الاولاد والزوج. علشان معظم الستات بينحسروا في ادوار المجتمع بيتوقع منهم يدوا فيها اهم بكتير من مظهر الست في سواء في بيتها او حتى لو كان في شغلها او كده. فحتى عشان كده دايما لما الست بتكون عندها اقل مسؤوليات او مش مرتبطه او مش متجوزه او مش عندها اسره او كده بتبقى مهتمه بنفسها. المركز القومي للبحوث قرر انه يعمل حملة عشان المرأة المصرية تقلل وزنها لان في مخاطر كتيرة من زيادة الوزن ببلاش بدون ولا مليم. صح يا دكتور؟ صح. احنا نظرا لانه هذا يعني يعتبر زي ما قلنا مرض وبيؤدي للسكر والضغط بتاع احنا مضاعفات السمنة كتير جدا. الحكومة بتصرف كتير قوي على علاج المضاعفات يعني في معهد قومي مخصوص للسكر في معهد قومي للكبد في معهد هذه المصاريف اللي بتدفع على علاج هذه الأمراض هتقل جدا لو وجهناها إلى المسبب الأول لهذه الأمراض. تمام. يعني مثلا حاجة اسمها الوالد كانسر فيدريشن اللي هي منظمة الأورام السرطانية العالمية قالت أنه الأورام السرطانية هتقل بنسبة 60% في العالم لو العالم خس. نعم. وبالتالي مش هنصرف على علاج الأورام ده كله. نعم. فهي مسألة ترتيب أولويات. فإحنا دلوقتي بنتكلم على أننا بنفكر صح أننا بنعالج هذه المشكلة اللي بتؤدي مشاكل تانية هتخلي الناس ما يخشوش فيها. أستاذ غدا كان عندك تعليق على البوبس اللي تعرض. وتعليق على كلام الدكتور. تفضلي. بالنسبة للبوب اللي تعرض هو بين لك حاجة عميقة جدا ان احنا مش في ثقافتنا الاكل الصحي ولا الرياضة. نعم. يعني انت برا لما بتسافر برا انا لما سافرت ادرس برا الصبح بدري قبل الكلاسز بينزلوا يعملوا رياضة. انا ببقى بدعك في عينيا ويدوب بالعافية بروح احضر. بعد ما بتخلص الكلاسز بيسيبوا اللي في ايدهم وينزلوا بالهيدفونز ويجروا ولاد الذين طبعا انا حاولت اعملها نفسي اتقطع مره ما كررتهاش. ما هياش في ثقافتنا. نعم. هي رشاقه بتيجي نتيجه ان هم متعودين على الرياضه والاكل الصحي. فهنا الست لما مثلا ما نقدرش نلومها ان هي منكبه في بيتها وما بتخرجش الا ما بتتحركش الا وهي قاعده قاعده مع صحباتها قاعده مع اهلها قاعده لان هي دي ثقافتها. نعم. هي لم تربى على حاجه مختلفه. الـ الـ النقطه اللي الدكتور بيتكلم عنها الاولويات وده بيخليني اسال سؤال هل التوقيت دلوقتي ده توقيت مناسب علشان اطرح حمله زي دي؟
يعني ما تقدرش النهاردة تفصل أي حاجة عن السياسة اللي بتحصل في البلد. فلما تكون مش هقولك بقى الاقتصاد، لا، البيت محدود الدخل الشخص العادي اللي المفروض أنا عامله هذا المشروع، إزاي هقدر أقنعه إن يكون من أولوياته إن يستقطع من دخله علشان يخلي مراته تروح تخس. لا، لازم حاجة، أنت محتاج حاجة أقوى من إن هو يشوف هيفقوها في التلفزيون. المركز القومي للبحوث، الحملة دي على فكرة ببلاش ولا أنا مغلطان؟ هي ببلاش انك تروح للطبيب هناك، وانك بدل ما تروح لدكتور خاص، لانه علاج السمنة كان دايما مرض الاغنياء، يعني بيروحوا لدكتور خاص وبيدفعوا فلوس. فهم دول هيروحوا لدكتور في المركز التغذية، ولكن المشكلة ان هم بقى هم نفسهم هيصرفوا على الرجيم بتاعهم او الرياضة بتاعتهم. فهي بتالي دكتوره لان انت في اكل معين على الرجيم، يعني اقلل من الاكل اللي انا باكله بغض النظر، بدل ما اكل حله محشي اكل محشتين. يعني انت اي جدول رجيم لما بتمسكه بتبص تلاقي يقول لك توست دايت، مش عارف ايه، خلي الدسم، لحمه مشويه، يعني دي برضو حاجات لا هيصرف. فعشان تقنعه او تقنعها او حتى انها تاخد من وقتها، تستقطع من وقتها وتروح ايه اهم من صحه الانسان يا استاذه غاده؟ ما هي دي الفكره، انك لازم تقنعها بقى هي النهارده سليمه ومش حاسه بمشاكل، والراجل مبسوط ومفيش مشاكل. ازاي انت بقى تقدر تقنعها؟ لا، والراجل مستقبلا سعيد، ده موضوع ما يعني ايه، ما نقدرش نبذم بيه يعني، الله اعلم. ما هي يعني في النهايه انت يا ابو محمد، انت متضايق يا ابو محمد؟ لا يا حبيبتي، مش ده، خلاص انا قاعده. لا، بس المهم صحتها بغض النظر عن هي النهارده سليمه، هي ما بتشتكيش من حاجه. ازاي بقى انت تقدر تقنعها ان لا، انت لو فضلت كده هيحصل. حته البرو اكتيفيتي، ان احنا نحتاط قبل حدوث الخطر، هي دي مشكله، هي دي مش في ثقافتنا. نعم، طب ما تبقى في ثقافتنا. ما هي لازم فعلا نعمل مثلا حاجه زي الكوتشنير اللي حصل في التلفزيون ده، ونرد عليه. يعني مثلا كذا واحده قالت اصل الست مشغوله. ايوه، مشغوله عن صحتها. طب ما هي لما تعي او ركبها توجعها او ظهرها يوجعها، مش هتروح شغلها ومش هتقدر تخدم عيالها ومش هتقدر تخدم جوزها ومش هتقدر تخدم احفادها. لان احنا حتى الجده بتخدم بنتها عشان بتاخد الحفيده عشان البنت تروح الشغل. فانا قصدي اللي هو حاجه بتقوله ان احنا نرفع الوعي انه السمنه مرض، مش مجرد شكل، مش حكايه ان انا شكلي بقى وحش. لا، انا حايه بدري. وزي ما حضرتك قلت في الاول، السمنه، الدراسات، في دراسه كبيره قوي اتعملت اسمها فرامينغهام هارت ستادي، ورت انه الشخص السمين بيفقد 7 سنين من عمره، ولو كان سمين مدخن بيفقد 14 سنه. فهنا الناس لازم تعرف ده الاول، ده بتهيألي دكتوره تقصده، وعشان يبتدوا يروحوا، ويبتدي الزوج يبقى موافق ان مراته تروح مع التغذيه عشان تاخد النظام الغذائي المناسب. دكتور، الناس اللي ممكن تجي لك خاصة بها موضوع السمنة ده، هل بيبقى عندهم مشاكل نفسية؟ هل ده الموضوع السمنة بيبقى مؤثر نفسيا؟ ولو هو مؤثر نفسيا حالة من الحالات، بتتعامل معها ازاي؟ السمنة أسبابها أن الناس تأكل كتير وتتحرك قليل، ولازم يكون في استعداد وراثي للتعرض للسمنة. زي ما حضرتك قلت، الجزء النفسي هنا مهم جدا. يعني قصدي ممكن واحد يبقى نفسيته متضايقه فبياكل كتير او كده وما يتخنش، انما لازم يكون في استعداد وراثي. السمنه العامل النفسي بيؤدي للسمنه، وفي نفس الوقت السمنه بتؤدي لمشاكل نفسيه. يعني الموضوع انتراكتف. العامل النفسي ليه؟ لان احنا كتير قوي ناس تيجي تقول لك انا فيا حاجه غريبه، ده 90% من الناس. انا فيا حاجه غريبه قوي يا دكتور، انا اما اتضايق اكل، اما اكتئب اكل. ده 90% من الناس فاكرين ان هم بس كده. لكن احنا اتعلمنا اننا لما ابننا يعيط ناكله عشان يسكت. صحيح. فده عاده صحيح. غلط. هو المفروض لما يعيط يبقى جعان ناكله ويسكت، انما لما يتضايق نهشتكه نلعبه ننزله النادي يلعب رياضه هيسكت. الفصلة دي مهمة قوي، ان انا اعلمها لاولادي من وهم صغيرين، انه المضايقة مش معناها ان ناكل. احنا كلنا بنتضايق نجري على المطبخ ناكل، فبنزود مشكلتنا مشكلة ان عندنا سمنة. في نفس الوقت مريض السمنة بيبقى عنده زي رفض للعلاج،
انا كده حلو وانا كويس وانا واثق من نفسي وليه اعمل رجيم. ايوه انا بعمل رجيم لانه السم يعني في كتير من النظريات بتقول لازم الناس تحب نفسها على ما هي عليه. الاسمر يحب انه اسمر والاصلع يحب انه اصلع عشان ما يعملوش مشكله نفسيه. ايوه بس انا لو حبيت ان انا تخين انا هيجي لي امراض. فهنا لازم نوعي ان لازم حتى لو انا عندي مشكله نفسيه اتعامل معاها ازاي. وده اللي بيخلينا عندنا في عياداتنا دلوقتي ناس محللين نفسيين عشان يفكوا العقدة أو الرابطة اللي الناس عاملها بين إن أنا بدام اتضايقت لازم أكل شوكولاتة. لا مش لازم، أنا لما اتضايق ألعب رياضة حبقى